يا الله انا بورطه كتير كبيره. البراد كان منزوع شوي، قررت قال انا صلحه. قام شو صار؟ اكيد نزعته من اول وجديد. وهلا الماما بدها تيجي تخانقني. يا ربي شو هالورطه. هاي هاي هاي، لقد زدت الطين بله وايضا قمت بايذائي، فبعدي يدك عني رجاء. شو ها انت مفك؟ نعم انا مفك البراغي وادعى فوفو الرهيب. فوفو الرهيب؟ تعرف تساعدني يا فوفو الرهيب؟ امانه تساعدني، انا بورطه كتير كبيره. عندك معلومات عن الثلاجه؟ نعم انا فوفو الرهيب لانني ارعب البراغي فلا يعصى علي شيء ابدا. انت لا تعلمين كيف تمسكي المفك، هل تعتقدين ان الموضوع سهل؟ اي موضوع يحتاج الخبره. انت اتعلمين كيف تعمل البراد؟ كيف تصلحيه؟ عظامي تؤلمني، تؤلمني كثيرا، لا اعرف ما السبب، لذلك طلبت من صديقنا دكتور نعسان السهيان ان ياتي ويشرح لي سبب هذه الالام. سوف ياتي باي لحظه، بكل تاكيد سوف ياتي. لقد وصلت. مرحبا دكتور، لقد وصلت في وقتك. عظامي تؤلمني كثيرا ولا اعرف السبب. بالتاكيد قمت باعمال ارهقت هيكلك العظمي. هيكلي العظمي؟ ماذا تقصد بالهيكل العظمي؟ الا تعرفين ما هو الهيكل العظمي؟ كلا لا اعرف ما هو الهيكل العظمي. حسنا سوف اخبرك، فاسمعي جيدا. أنا كتير بحب أتسمع على الأغاني وبحب أتسمع على الموسيقى وبحب كررها، واليوم نسيت المسجلة الصغيرة تبعي، نسيت جيبها معي مشان أتسمع على الأغاني. مع أني أنا كتير بحب لهاي القصة، وخاصة لما بعمل رياضة الصبح وبتمشى كتير بنبسط أنه يكون في أغاني ومسجلة. المسجلة أهم شيء، أكيد أهم شيء، ما بدي أقدر أعيش بلاها. مسجلة مسجلة، أوف، الكل يحب المسجل، الراديو ماذا ينقصه؟ ألا يوجد أحد يحب الراديو؟ أنت راديو؟ يي، مرحبا. لا أنا سهران الحيران، اسمي سهران لأنني كنت أسهر الناس على الأغاني وكانت أحلى السهرات على صوتي. تعرفت على صديق جديد وأريد أن أعرفكم عليه، يدعى رائد وهو رائد فضاء. هل تعرفون من هم رواد الفضاء؟ إنهم رحالة يجوبون الفضاء الواسع، يتعرف عليه ويقدم لنا المعلومات الهامة عن الكواكب والفضاء الخارجي. لقد وصل رائد الفضاء، مرحبا. أهلا، مرحبا هيفاء. أنا سعيدة جدا أنك لبيت دعوتي وإنك موجود الآن بيننا في هذا البرنامج. سوف تقدم لنا معلومات مفيدة ومهمة عن الفضاء، أليس كذلك؟ أنا الذي أشكرك على هذه الدعوة، فأنا أحب الأطفال وأرغب أن أعرفهم على الفضاء. على ماذا سوف تعرفون اليوم؟ ما رأيك أن نبدأ بالتعرف على كيفية نشوء كوكبنا، كوكب الأرض؟ موافقة، أنا لا أعرف تاريخ نشوء كوكب الأرض، كيف نشأ؟ أخبرني. استمعي جيداً لما سأقول. رأسي يؤلمني جداً، يا إلهي ماذا أفعل؟ الحل دكتور نعسان. دكتور نعسان، دكتور مرحبا بك. مرحبا بك هيفاء. دكتور رأسي يؤلمني بشدة، ماذا أفعل؟ عليك بأخذ حبة دواء مسكن لوجع الرأس. حبة دواء، شكرا، ولكن دكتور لماذا يؤلمني رأسي؟ ما رأيك في البداية أن أعرفك على دماغ الإنسان؟ دماغ الإنسان؟ لم لا؟ هي فكرة رائعة، عرفني عليه. ولكن لا أعلم بأي وسيلة سوف أسافر، هل أذهب بالسيارة؟ صديقي سريع قال لي إنها سريعة ومريحة، ولكن تويتي توتوت قال بأنه هو الأسرع. يا إلهي، بالقطار أم بالسيارة؟ أيهما أفضل؟ يساعدني أحدكم، هل هناك من يساعدني بالاختيار؟ لا تسافري لا بالقطار ولا بالسيارة. وتسمي هذه مساعدة؟ إذن كيف سوف أسافر؟ مين اللي عم يحكي؟ أنا هنا، انظري إلى الأعلى. إلى الأعلى؟ أنا لا أرى شيئا. لأنني سريع جدا. حسنا حسنا، سوف أنزل أنا إلى الأرض. مرحبا، من أنت؟ طائرة، أنت طائرة؟ نعم، أنا أدعى برق. أهلا بك يا برق، لماذا؟ أخبرني إذن كيف أسافر؟ إن لم أسافر بالقطار ولا بالسيارة، أخبرني. بكل تأكيد سوف تسافرين بالطائرة، فهي الأسرع والأكثر راحة. بالطائرة؟
لم أركب طائرة قبل الآن. أنا أخاف من الطائرات. تخافين؟ مما؟ الطائرة أكثر أماناً، عليك أن تجربي الركوب بالطائرة، عندها لن تختاري وسيلة أخرى للسفر. حسناً، ما رأيك أن تحدثني قليلاً عن الطائرة؟ كيف تطير؟ ما رأيك في البداية أن أخبرك كيف تعذب الإنسان حتى استطاع أن يخترع الطائرة وكيف طورها؟ يا إلهي، ما هذا الصوت؟ هذا الصوت قوياً جداً وأنا خائفة. لما هذا الضوء في السماء؟ هناك شيء يحدث ولا أعرف ماذا أفعل. ماذا أفعل؟ تذكرت، سأتصل بصديقي زكي، فبالتأكيد هو يعرف الجواب. ألو زكي. مرحبا هيفاء، كيف حالك؟ الحمد لله. زكي، هناك شيء يحدث في الطبيعة لا أعرف ما هو، هل تعرف أنت؟ نعم، وسوف آتي لعندك وأخبرك. ما رأيك؟ أتمنى ذلك، ولكن بسرعة لو سمحت، فأنا خائفة. مرحبا. أهلا، كيفك؟ الحمد لله. هل ما زلت خائفة؟ قليلا. أخبرني ماذا يحدث؟ ما هذا الصوت القوي وما هذا الضوء؟ إنهما البرق والرعد. البرق والرعد؟ وما المقصود بالبرق والرعد؟ نعم، اسمعي جيدا وتعرفي على البرق والرعد.